كذلك برضو بطارية لا التليفون، يا تيتش، بطارية التليفون، التليفون برضو لو فصل شحن لازم بنعمل له ايه؟ بنوصله بالكهرباء علشان يشحن. طيب فهو اداكم مثال على الالعاب، عشان انتوا لسه اطفال صغيرين كده بتلعبوا بالالعاب بتاعتكم، هو اداكم اول مثال على مين؟ على الالعاب. طيب الالعاب دي فيها ايه من جوه؟ فيها حجاره، يبقى الالعاب اهو ايه بقى صياد اللعبه؟ ها بيبقى فيها من جوه ايه؟ بيبقى فيها من جوه حجاره، يبقى متركبه حجارة، رحله حجارة الحجاره بيبقى فيها طاقة كيميائية. بالظبط كده، برافو عليك يا حبيبي. طيب دي الحجاره، دي الحجاره فيها ايه؟ فيها طاقه كيميائيه. طيب لما انت دي طبعا انا بتكلم على مين؟ على العربيات اللي بنتحكم بيها بالريموت عن بعد، نمسك كده وشوال في العربيه تتحرك. طيب بيكون فيها حجاره. طيب لما بضغط بقى على الريموت بتاعها بيحول الطاقه الكيميائيه دي الى الطاقة كهربيه. الكهربائية، الطاقة الكهربائية مش شاطر يعني يا حبيبي، العربية ولا كده. برافو عليك شاطر. يبقى السيارات اللعبة، السيارات اللعبة بتعمل ايه؟ مصدر الطاقة اللي فيها طاقة كيميائية. يبقى السيارات اللعبة مصدر الطاقة اللي فيها طاقة كيميائية، بس بتتحول لايه؟ ها تتحول الى ايه؟ مصدر طاقة كيميائية بتتحول لطاقة كهربائية. برافو عليك يا شاطر، تتحول إلى طاقة إيه؟ كهربية. والطاقة الكهربائية يا مس بقى بتحول لطاقة حركية عشان العربية بتتحرك. برافو عليك يا أحمد شاطر، يبقى هي الحجارة جواها طاقة كيميائية، أول ما أضغط على الريموت بتاعها يحول الطاقة الكيميائية لطاقة كهربية، وبعدين تبدأ بقى السيارة تتحرك وتتحول لطاقة حركية زي ما أحمد قال. برافو عليك يا أحمد. يبقى دلوقتي إدانا أمثلة على الأجهزة والطاقة، يعني هيربط لنا بين كلمة أجهزة اللي احنا بنستخدمها وبين كلمة الطاقة، فاحنا قلنا إن كل الأجهزة وكل الأشياء اللي في الدنيا بتحتاج طاقة علشان تتحرك. خدنا مثال السيارات اللعبة، سيارات اللعبة دي قلنا إن بيكون فيها حجارة من جوه. طيب الحجارة دي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مواد كيميائية أصلا، يعني أنت لو فتحت الحجارة دي وجيت كسرتها في يوم هتلاقيها طلعت مادة شبه لونها أسود كده. طب المادة اللي لونها أسود دي فحم إيه؟ مش عبارة ديت عن ولا مواد ايه؟ كيميائية. إيه؟ قلت يا جماعة الحاجات اللي هي جوه البطاريات دي، ده لما شفتها لأول مرة فكرتها فحم، بس هي فحم ولا لأ؟ لا لا مش فحم، هي دايما رصاص، بتبقى حاجة شبه الرصاص كده، مادة اسمها الرصاص بس هي مادة سامة يعني، فخلي بالك. طيب بيكون فيها مواد كيميائية، المواد الكيميائية دي بمجرد ان انا اضغط على الريموت بتاع السيارة لا تبدأ تتحول الطاقة الكيميائية لطاقة كهربية وبعدين السيارة تتحرك. طيب في بقى دلوقتي تكنولوجيا، او عايزين نقول هنا عن نقطة برضه مهمة عشان بتيجي كتير في الأسئلة. طيب لما الحجارة بتاعت العربية دي تخلص خالص بنعمل ايه؟ بنعمل حاجتين، يا اما بستبدلها او بشحنها، يعني البطاريات دي ممكن بتتشحن عادي بس يعني في مكان معين كده، فالبطاريات دي يا اما بستبدلها او يتم اعادة شحنها. يبقى اذا نفذت البطارية شحن البطارية بنعمل ايه؟ يا إما بنستبدلها أو يتم إعادة شحنها. أهو استبدالها أو يتم إعادة شحنها، شحنة يبقى يا إما بشيلها وبرميها وبجيب حجارة تانية جديدة مشحونة جاهزة، أو يا إما أنا بشحن البطارية دي خلاص، لأن في بطاريات زي بطارية التليفون، بطارية التليفون إيه؟ هي لما بتفضى بشيلها وارميها؟ لا طبعا، البطارية دي قابلة للشحن. لكن بطاريات السيارة على فكرة غير قابلة للشحن، يعني دي معلومة. البطاريات اللي هي بتبقى عاملة كده اهو مدورة كده ولونها فضي، او ساعات بتبقى طويلة كده، ساعات بتبقى كده طويلة كده خلاص، سواء دي او دي بطاريات غير قابلة للشحن. طيب في سيارات قابلة للشحن، في بطاريات سيارات قابلة للشحن، وبطارية التليفون قابلة للشحن. عشان كده لما يجي لنا في الأسئلة عند نفاذ شحن بطارية التليفون هل يتم استبدالها؟ لا غلط، ده احنا بنعيد شحنها، البطارية دي قابلة للشحن. يبقى احنا عندنا دلوقتي نوعين من البطاريات،
بطاريات غير قابله للشحن، قلنا زي البطاريات اللي هي بتبقى مدوره ولونها فضي كده وبتبقى طويله كده اللي هي بتتحط في السيارات اللعب. طيب في بطاريات تانية قابله للشحن زي بطاريه التليفون، خلاص احنا بنوصلها بالكهرباء فبتشحن. تمام خلاص كده مفهومه دي؟ يبقى لما يجينا في تمام اسئله، عشان في اسئله هتقابلنا، في اسئله هتقابلنا عندنا فيها شحن بطاريه التليفون يتم استبدالها. غلط، لا ما ينفعش ان انا استبدلها لان بطاريه التليفون قابله للشحن فبشحنها تاني من اول وجديد. خلاص طيب تعالوا بقى تمام دلوقتي، في تكنولوجيا طالعه جديده، هي ايه بقى؟ يعني الانسان بدأ بقى يفكر ايه يقول ايه، ايه هي كل يوم الشمس تطلع وتمشي من غير كده ما نستفيد منها بحاجه غير بالحراره بتاعتها، احنا عايزين نستفيد منها بقى نعمل بيها انت مش ايه؟ انا عارف التكنولوجيا اللي انت تقصديها دي، اللي هي الآلة كده اللي هي اسمها عربة استكشاف المريخ، بس مش عارف ايه اسمها. لا، مش دي، لسه هنجيلها دلوقتي دي. يبقى دلوقتي هم اخترعوا ايه بقى عشان يستفيدوا من ضوء الشمس؟ جايب راحوا اخترعوا حاجه اسمها الخلايا اللواح. الصوتية هي بس، فهي برافو عليك، بتسحب من الشمس وبتحول ليلة طاقة كهربائية. برافو عليك يا عمو، ما شاطر. أرسلوا في الدراسات. هتاخدوها ان شاء الله في العلوم برضو، لسه ما تكبروا هتشوفوها مصنوعه من ايه بقى لما تخشوا في الثانوي وكده. طيب البطارية اللي هي الألواح الشمسية دي بتبقى شبه اللوح، بتبقى مربعة كده خلاص، وبتبقى مقسمة من جوه كده 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 كده، فإيه؟ فإحنا بنسميها يا إما ألواح شمسية عشان شبه اللوح، يا إما بنسميها خلايا شمسية. ليه سميناها خلايا شمسية؟ لأنها يعني بتبقى واخدة شكل خلايا كده، بتبقى عاملة إيه، مقسمة مربعات كده. طب يا مس، ايه علاقة الخلايا بالمربعات؟ شفتوا عارفين ان لما بنجيب مثلا عسل نحل كده بيكون فيه شمع، الشمع ده بنلاقيه مقسم لايه؟ مقسم لخلايا، مقسم من جوه كده الخلايا عامله كده كده كده، ده بيكون تقريبا شكله لو دققته في شكل قوي هتلاقوه مقسم لخلايا من جوه كده، فبنسميه ايه؟ خلية النحل. كذلك ده بنسميها خلية شمسية. ليه؟ لأن اللوح بيبقى مقسم كده إلى خلايا صغيرة. بس أنا عايزة أقول يعني إيه؟ بفهمكم إزاي كلمة جت كلمة خلايا، لأن بيبقى اللوح مقسم من جوه لمربعات صغيرة بنسميها خلايا. طب ليه بنسميها ألواح شمسية؟ لأن بتبقى شبه اللوح كده. خلاص؟ يبقى دي تكنولوجيا حديثة. يا إما بنسميها خلايا شمسية، واحنا بنسميها الواح شمسيه. طيب بتعمل ايه بقى الالواح الشمسيه دي؟ في بعض الاماكن الحديثه بداوا انهم يعملوا ايه، كل واحد يطلع على السطح بتاع البيت، ويشتري السلام مجموعه عليكم، من ذكر الالواح الأسماء. الشمسيه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد إذنك أما تخلصي البورد صوريها ونزليها لنا مع الجروب. حاضر حاضر يا متقولي. طيب الخلايا الشمسية أو ألواح شمسية، طيب بدأ ناس معينة بقى عشان توفر الكهرباء، بدل ما كل شوية يجي فاتورة كهرباء وندفعها، لا نريح دماغنا خالص، واشتروا ألواح شمسية وراحوا حطوها فوق السطح بتاعهم. طب اشمعنى فوق السطح؟ علشان تشوف الشمس، ما ينفعش ادخلها جوه البيت من جوه الشمس هتشوفها ازاي؟ هي معتمدة على الشمس، عشان كده بنحطها فين؟ فوق السطح، يكون مكان توصل فيه الشمس كويس. طب بعدين بتعمل ايه؟ تقوم الألواح ده اهي تعمل ايه؟ تاخد الضوء منها، تفضل تحوشه تحوشه، بعدين تعمل ايه بقى؟ تحوله الكهرباء داخل البيت. يعني مثلا تخيلوا الشقه اللي انتوا قاعدين فيها فوقها سطح كده، طيب السطح ده بيبقى فيه الواح شمسيه، طيب الالواح الشمسيه يبقى نازل منها سلوك داخله جوه بقى الشقه اللي انتوا قاعدين فيها. طيب بعدين تروح الالواح الشمسيه دي واخده ضوء من الشمس وتروح محوله الكهرباء داخل البيت، وتستخدمه عادي ثلاجه وتشحنوا التليفون والكمبيوتر بكل سهوله من غير ما ندفع فاتوره كهرباء. يبقى هنا ده اختراع حلو ومفيد وغير مضر. يبقى هي الالواح الشمسيه بتعمل ايه بقى؟ تحول الطاقه الشمسيه الى، او اللي هو الضوء من الشمس، الى طاقه كهربيه. يبقى تحول الطاقه الشمسيه الى طاقه كهربيه، يبقى تحول هذه الالواح تعمل ايه؟ تحول الطاقة
الشمسية إلى طاقة كهربائية، يبقى تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية. خلاص طيب، تعالوا بقى بالاختراع ده عملوا ايه بقى، او شوفوا بقى الابحاث تطورت لايه كمان. طبعا انتوا عارفين ان في كم مين الشاطر، بس يعني ايه يعني من غير ما نعمل صوت كتير، مين الشاطر اللي يعرف عدد الكواكب بتاعت الشمس كم كوكب؟ ها ثمان ثمان كواكب يعني 8 برافو عليكي يا بان، سبع شطوره. خامس اه لا ده انا عرفتها عشان دان، على فكره دان حضرت معايا الحصه دي قبل كده، ما حدش حضرها غير دان وراما. ده برافو عليكي يا دان شطوره. لا هم 8، مين اللي بيقول 7؟ هم 8. طيب وكوكب الأرض الثالث وكوكب الأرض الثالث كوكب الارض الثالث، شطوره يا هاني الشطوره دي. طيب تعالوا بقى نشوف ازاي هم موجودين بقى، او موجودين بالشكل ازاي. طبعا الشمس اكبر من كل الكواكب بملايين المرات، الشمس اكبر، شوفوا الشمس اللي احنا بنشوفها صغيره في السماء ده ونحس ان الارض اكبر منها، لا في الحقيقه، في الحقيقه هي اكبر من الارض بملايين المرات. طب ازاي بقى؟ الشمس موجوده هنا، دي الشمس اهو. طيب الكواكب بتبقى موجوده فين بالظبط بقى؟ بتلف حوالين، ليه بقى؟ لأن الشمس ضخمة جدا 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 وعندها جاذبية، يعني بدل زي ما في جاذبية أرضية في جاذبية الشمس، فالشمس كمان جاذبيتها كبيرة، تروح عاملة إيه؟ تجذب الثمان كواكب حواليها أهو. يبقى كوكب يلف كده في المدار ده، وكوكب بعد كده، وكوكب بعد، وهكذا وهكذا لحد 8 كوكب. طيب الكوكب اللي قريب من الشمس ده اسمه عطارد، اللي بعده الزهرة، اللي بعده الأرض، اللي بعده المريخ. يبقى كوكب الأرض هو الكوكب الثالث بعديه المريخ على طول. تاني أول كوكب اسمه عطارد، وبعده الزهرة، وبعده المريخ، قصدي وبعده الأرض وبعده المريخ. يبقى عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ. بنحفظها إزاي؟ عطرت الأرض، عطارد الأرض الزهرة الأرض الزهرة. المريخ إيه؟ قولي يا حنين اللي بتقوليه، قولي حنين. لا ده كنت بعيد وراك بس تمام، يبقى عطارد، بعد كده الزهرة، بعد كده الأرض، بعد كده المريخ. طيب اكتشفوا إيه بقى؟ طبعا عطارد قريب جدا من الشمس، ما ينفعش إن إحنا نعيش عليه، نتحرق. عطارد والزهرة قريبين جدا من الشمس، فالحرارة بتوصل لهم أكبر، فلو احنا جينا على الكواكب دي نتحرق على طول ونموت. عشان كده من حكمة ربنا إن هو إيه خلقنا احنا 3 كوكب، بحيث إن احنا نبقى مش بعيد قوي عن الشمس فنتجمد. يعني الكواكب اللي بعيد عن قوي عن الشمس بتبقى إيه مجمدة، فيها تلج. ليه؟ لأن الحرارة مش واصلة لها. طب اللي قريبة قوي من الشمس لا، فيها درجة حرارتها عالية، فاللي يقع اللي يجي عليها يتحرق. فاحنا ربنا خلقنا تقريبا يعني في النص اللي هو عند الارض، بحيث ان احنا ولا نبقى متجمدين ولا نبقى حرانين، خلاص ولا نتحرق يعني. فهو الارض ده الكوكب الثالث. العلماء بقى اكتشفوا ايه؟ اكتشفوا ان الارض والمريخ ممكن ان احنا نقدر نعيش عليهم، ممكن. فهم دلوقتي عايزين يلاقوا ان الارض السكان بقى فيها كتير قوي قوي قوي، وبقى فيها ملوثات كتير، فحابين ان هم يعملوا ايه؟ يروحوا يستكشفوا المريخ، بحيث ان هم يهيئوا ان احنا نعيش عليه، يعني ان احنا نقدر نعيش على المريخ. متخيلين بقى ان احنا نعيش في كوكب تاني بقى مس اسماء هنا في كوكب الارض، صح الكلام ده وهم يمس ولا لا؟ ايه؟ صح الكلام ده يمس وانا ولا لا؟ سمعت الكلام ده قبل كده، ايوه انا صح سمعت والله الكلام فعلا. ده قبل كده. ايوه ما تشوفوش مثلا بتتعبك ولا ايه؟ اروح اجهز الصاروخ بقى بيقول واروح بقى في هناك. نسبة المية عادية. ايه هو بس الفرق في الفرق في بيقولوا نسبة التنزيل. المية عالية هناك. لا هو تقريبا نسبة الأكسجين قليلة هناك، يعني اللي بيروح هناك ما يعرفش يتنفس كويس، فاهمين؟ هناك بس دي المشكلة تقريبا، يعني أكيد في مشاكل تانية ما أعرفش أنا، بس ده اللي أنا عارفاه، يعني إن هناك نسبة الأكسجين مش كافية قوي إن إحنا ونقص نقدر المية نعيش. برضه.
تقريبا يعني، مش عارفه بصراحه ده. فطيب، فهم بقى علشان يروحوا من المريخ، من الارض للمريخ بقى، يستكشفوا المريخ. انتوا عارفين ما بين الارض والمريخ كم متر؟ 54 مليون متر. ألف كيلومتر. 50 مليون كيلو كيلو، متر. مليون كيلو متر. يبقى ما بين الارض وقت المريخ المسافه دي 54 مليون 50 كيلو مليون متر. كيلو متر. انتوا عارفين علشان نسافر من الارض للمريخ كده بنستهلك قد ايه ونحتاج وقت قد ايه؟ 6 شهور تقريبا، 6 شهور او اكتر. طيب، طب هل يعني مثلا لما الانسان يحب يستكشف المريخ، مين اللي يتبرع بحياته ان يروح يركب منظمه فضائيه يقعد لها 6 شهور؟ ايوه بالظبط كده، 6 شهور، والله اعلم ايه اللي يحصل بقى. فعشان كده اخترعوا ايه بقى؟ بيعملوا رحلات للمريخ بواسطه حاجتين، يا اما مركبات فضائيه من غير ما يكون فيها اي انسان، هي بس اللي يكون متعلق فيها كاميرات تلف الكوكب المريخ كله، تصور كل اللي عليه، يا اما عباره عن روبوت. انت عارفين الروبوت طبعا اللي هو انسان آلي، يبقى هو اللي هو عارفين. اللي هو يعني اسم ملخبط في بعضه كده. اللي هو انسان آلي او روبوت. طيب، يبقى رحلات استكشاف المريخ بيتم عن حاجتين، يا اما مركبات فضائيه او روبوتات. اهو، يبقى اهو رحلات استكشاف المريخ بتكون عن حاجتين، ايه هما بقى؟ يا اما هو مركبات فضائيه، طيب يبقى يا اما عباره عن يا اما مركبه فضائيه ونعلق فيها كاميرات، يا اما روبوت برضو يكون معاه كاميرات. ان هو ايه؟ طبعا الروبوت ده احنا بنستسلمه، نديله شويه معلومات واوامر، ان انت يا روبوت اول ما توصل للمريخ تعمل كذا 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 كذا، ندخله المعلومات، هو بمجرد ما يوصل للمريخ ينفذ كل التعليمات دي. خلاص كده؟ طيب، طب هنفترض مثلا ان احنا ودينا الروبوت، طبعا من اشهر الروبوتات هو اسمه ايه؟ كيريوسيتي. خلاص، من اشهر الروبوتات اللي راحت المريخ اسمه كيريوسيتي، اسمه كده. اشهر الروبوتات هو كيريوسيتي. بس بعد إذنك هو ممكن سؤال؟ قول يا ده. هو أنا بقى هو يبلغ عن لو إحنا رحنا كده في حاجة رقم اللي هي 54، فأنا مش فاهمة هي 54 ده والمكتوب تحت إيه؟ مليون كيلو متر، مليون كيلو متر، 54 إيه بقى؟ مليون مليون اهو، وكيلو متر بنختصرها في كاف ميم. مش احنا خدنا الترم الاولاني كيلو متر بنختصرها في كلمة كاف ميم؟ كيلو متر، يبقى 54 مليون كيلو متر. فهمتي؟ أي تمام. طيب، قلنا من اشهر الروبوتات هي حاجه اسمها ايه، هو روبوت اسمه ايه؟ كيريوسيتي. تاني اسمه كيريوسيتي، لازم تحفظوا الاسم كويس، كيريوسيتي. طيب، من هو تعالوا بقى ده نشوف. تيتشر؟ ايوه هو ده، عنده شكله في الكتاب. هو يا حنين وقف كده ليه؟ ايه شكل شكله البنت؟ كيوت. ايوه. طيب، كيريوسيتي دي بقى، كيريوسيتي دي علشان تشتغل محتاجه طاقه برضو. مش احنا اتفقنا في اول الدرس، احنا قلنا ايه؟ ان كل الاشياء تحتاج الى طاقه. طيب، الروبوت اللي هو الكيريوسيتي ده هيسافر 54 مليون كيلو متر، يعني هيحتاج 6 شهور على ما يوصل. عايزين له طاقه بقى، ما هو لا بياكل ولا بيشرب. لو هو بياكل ويشرب كنا حطينا اكله معاه وخلاص، لكن ده آلة يعني عايزة طاقة. خلاص، طيب الطاقة بتاعتها نعمل إيه بقى؟ نعمل حاجتين، يا إما نحط على الجسم بتاعها خلايا شمسية أو ألواح شمسية بتاخد من الشمس،
حد يقول لي ايه يا مس، يعني هو برضه الشمس موجوده عند المريخ؟ ايوه طبعا، مش احنا اتفقنا ان الشمس بتدور حواليها جميع الكواكب، يبقى جميع الكواكب بيوصل لهم اشعه الشمس. خلاص، يبقى اللي هي الكريوسيتي دي، يا اما ان احنا نحط على الجسم بتاعها من بره خلايا شمسيه، فتبدا كل يوم ما الشمس تيجي عليها تحوش منها طاقه كهربائيه وتبدا ايه تشتغل يومها عادي. خلاص، طب ايه تاني؟ يا اما ان احنا نحط لها بطاريات طويلة الأمد. يعني إيه طويلة الأمد؟ يعني مثلا مش زي حجارة الساعة أو زي حجارة العربية تقعد مثلا أسبوعين وتخلص، لا دي تقعد مثلا سنين، تحط لها بطاريات تقعد سنين. خلاص، يبقى عشان تفضل مكملة رحلتها وتعمل استكشاف للمريخ، بنعمل حاجتين: يا إما بنزودها بألواح شمسية علشان تقوم بتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية وتحرك الروبوت ويعمل كل اللي مطلوب منه، يا اما ان احنا بنحط لها بطاريات طويله العمر. طب طويله العمر قد ايه يا مس؟ يعني اسبوع ولا اسبوعين؟ لا طبعا سنين. يبقى اهو، يا اما بتزود بي، اهو تزود بي اول حاجه، يا اما الواح شمسيه، طيب يا اما ايه بطاريات طويله الامد. أهو يا بطاريات، مس، هي اسمها بطاريات بطاريات طويلة الأمل ولا المد؟ الأمد، ألف ميم دال، الأمد يعني إيه الأمد؟ طويلة العمر، بس هو كاتبها باللغة الأمد العربية. يعني الأمد، طويلة الأمد. تمام، طويلة الأمد أوكي. معناها طويلة العمر. يعني إيه طويلة العمر؟ يعني أو البطارية الطاقة بتاعتها. الشمسية. قولي يا حنين. أو برضو الطاقة الشمسية. بصي يا مس، برافو، بصي او يا مس، الطاقة تعالي أقول الشمسية. لحضرتك عن هذا. قولي يا دان. إيه اللي دخل أول حد؟ دخل إيه؟ حنين، بعدها عمر، بعدها أنا، بعدها رقية. ومس أمنية أو زهراء. مش أمنية أكيد، يعني ما أنا عارفة إيه المشكلة يعني. انا قصدي بقول لحضرتك الترتيب عشان لما تيجي تكتبي المسابقه تكوني عارفه. حاضر ماشي، هنعمل المسابقة أهو. طيب يبقى هنرجع تاني على اللي أنا قلته، وهسأل حد حد، أنا هسأل واحد واحد. مين بقى دخل الأول؟ حنين. حنين، عمر، دان، بعدها رقية، بعدها مس زهرة او مس كمية. ماشي ماشي يا دنيا، يعني اسال ميس امنيه يعني معانا في المسابقه ولا ايه؟ مش قصدي كده، طيب خلاص انا عارفه قصدي. قصدي ان احيانا زهراء بتدخل من على تليفون مس امنية. تمام. بس حنين خرجت. حنين خرجت، وكمان احمد، المفروض احمد يكون موجود معانا. طيب تعالوا بقى دلوقتي، يلا يا عمر، سؤالك يا عمر. احنا قلنا مصدر الطاقة في السيارات اللعبة طاقة ايه؟ عمر؟ مس هو ممكن لو عمل ما عرفش يقول انا ده. ماشي، ما هو لو عمر معرفش خليك انت تقولي. حنين دخلت؟ طيب هي حنين دخلت اهو. صعب يا مس. لا، ما هاي يا عمر، هتجاوب؟ اعرفش الصراحة، ماشي يلا قولي بقى، احنا قلنا مصدر الطاقة في السيارات اللعبة بتبقى طاقة ايه؟ سيارات لعبة اللي فيها بنحط فيها حجارة الحجارة دي بيبقى موجود فيها طاقة كيميائية. ايه؟ شاطر، برافو عليك. طيب لما بتتحول لطاقة ايه؟ لما نضغط على الرموز بتاعها الطاقة الكيميائية دي تتحول لطاقة ايه يا عمر؟ حولها لطاقة حركية. لا، الأول حولها كهربية لطاقة وبعد كده حركية. حركية. الأول كهربية يا عمر، بعد كده تقول طاقة حركية. تاني، تركز تاني يا عمر في النقطة دي، إن السيارة اللعبة بيكون فيها طاقة كيميائية. طيب لما بضغط على الرموز بتاعها الطاقة الكيميائية تتحول لطاقة كهربية، بعد كده بتبقى تتحرك.
مستحملة قرفك. وكمان خلاص يا عمر. طيب سؤالك يا حنين بقى، لو نفذ شحن البطارية بنعمل ايه؟ حنين بطارية ايه بالظبط؟ لا عموما، فانت اسمي لي بقى، قولي لي لو بنقوم كذا نستبدل كذا. نستبدلها او نقوم اعادة شحنها. طيب امتى نستبدلها؟ ايه ها امتى نستبدلها؟ لو هي قابلة للشحن ولا غير قابلة للشحن؟ غير قابلة للشحن؟ طيب امتى نشحنها؟ تكون قابلة للشحن. برافو عليك، شطورة يا حنون. طيب اللي بعد قابلة كده للشحن بقى زي التليفون. القابلة للشحن زي التليفون، شطورة. طيب سؤالك بقى يا دان، احنا قلنا يا دان دلوقتي في تكنولوجيا حديثة اللي هي اسمها الايه؟ الخلايا الشمسية أو الألواح الشمسية. برافو عليكي. طيب قلنا الألواح الشمسية والخلايا الشمسية دي بتعمل ايه؟ وظيفتها ايه؟ أنا برضو ده تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية. يا رقية، برافو عليكي، شطور. طيب رقية بقى يا رقية، العلماء لما عايزين ان هم يعملوا رحلات من الارض للمريخ، المسافة بين الارض والمريخ تبعد كام؟ بتقولي ايه يا ميس؟ تاني، المسافة بين الارض والمريخ كام متر؟ 45 مليون كيلو متر. مش 45، 54، 54 مليون كيلو متر. طيب وقلنا طيب علشان يعملوا رحلات استكشاف، هل بيودوا إنسان، بيودوا أشخاص إنسان عادية، ولا بيعملوا إيه؟ يا إما بيجيبوا روبوت أيوه أو بيجيبوا اللي هو اللي هي بتطلع للفضاء ويحطوا فيها كاميرات. برافو عليك، اللي هي اسمها ايه؟ مركبات فضائية. خلاص مركبات فضائية. طيب وقلنا نرجع تاني لعمر. عمر اشهر المركبات الفضائية او اشهر الروبوتات اسمه ايه؟ كيوريوسيتي. كيوريوسيتي. تيتشر، ينفع اقول لك نعم حاجة؟ قولي يا بنتي، قولي هو يا حنين. انا بعدها عمر، مش عمر بعدها انا. ما انا عارفة بس انت كنت خرجتي. خلاص ماشي تمام، ماشي. مش مشكلة مش مشكلة، أنا اتلخبطت. طيب عمر قال كريوسيتي صح. طيب أنت بقى يا حنين قولي، الكريوسيتي دي هل بتاكل وتشرب عادي كده زينا، نحط لها أكل وشرب في السفينة بتاعتها ونقول لها روحي يلا المريخ؟ أمال بتحتاج لكهرباء، فبتستخدم البطارية طويلة الأمد أو الطاقة الشمسية. يعني، طب طاقة شمسية، عشان تاخد طاقة شمسية نحط لها ايه؟ طويلة الأمد من الأمد. ماشي دي بطارية، ماشي ايه، ما نحط لها البطارية. طب علشان تشتغل بالطاقة الشمسية لازم نركب لها ايه؟ ها؟ دي او دي خلايا شمسية. او الواح شمسية. طيب في حد مش فاهم اي حاجة في الكورة دي؟ عشان نعمل ما المسابقة فاهمين. كله فاهم؟ ممكن تشرحي لي أي فاهم حاجة فاهم. خالص اللي هي بعد إذن كوريوسيتي. كوريوسيتي اللي هي انت عايزة اللي هي، حاضر حاضر يا دان هشرحها لك. طيب احنا قلنا ان من ميس. اشهر الروبوتات. نعم يا رقي. أيوة اللي هي اسمها كوريوسيتي. عارفة انت اسمها كوريوسيتي؟ انا انا مش شايفة وانا نفسي. برضو ميس قولي قولي يا رقية، انا سامعاكي. بقى مش فاهمة ازاي اللي هما يحموا الروبوت، يخلوا عنده طاقة. مش فاهماها. طيب ماشي، يعني نفس الحته اللي دان برضو مش فاهماها. طيب احنا قلنا من اشهر الروبوتات هو ايه؟ كيريوسيتي. طيب هو كيريوسيتي ده هل هو بيكون روبوت، يعني بيكون انسان بس له دراع ورجل وكده وايد؟ لا ده صورته زي ما انتم شايفينه كده عندكم، تحس ان هو عامل شبه العربيه كده، زي السياره اللعبه كده اللي احنا بنشوفها في الالعاب او الافلام.
طيب السيارة دي احنا عايزينها تتحرك في كل الكوكب، طيب عايزة طاقة كتيرة، طيب هنزودها بالطاقة ازاي؟ نروح فاتحين السيارة دي او فاتحين الروبوت وحاطين له بطاريات، البطارية دي جودتها عالية جدا جدا جدا، تفضل معاه لحد ما يخلص رحلته ويرجع تاني الارض. تاني يبقى اللي هو الكريوسيتي ده او الروبوت ده، نروح فاتحين الجسم بتاعه من جوه لان هو آلة عادية مش انسان مش بيحس، فنفتح جسمه من جوه نحط له البطارية بتاعته. طب البطارية دي بتبقى جودتها عالية جدا، تقعد معاه فترة طويلة جدا لحد ما يخلص الرحلة ويستكشف المريخ ويصور كل حاجة فيه ويرجع تاني الأرض. طيب لأن طبعا لو البطارية خلصت منه خلاص مش هيعرفوا يرجعوه، خلاص كده راح مش هينفع يرجعوه تاني. طيب الألواح الشمسية بقى، طيب لو ما فيش بطاريات طويلة الأمد، نروح احنا جايين على الجسم بتاعه من بره، طيب نروحوا ايه، نروح حاطين عليه خلايا شمسية. طب الخلايا الشمسية دي بتعمل ايه؟ تاخد طاقة من الشمس وبعد كده تحولها لكهرباء فتخلي الروبوت يتحرك. يبقى تاني الروبوت بيتحرك ازاي، او ازاي ان هو بيعمل استكشاف للمريخ؟ تمام. حاجتين، ايه هما؟ يا اما بطارية طويلة الامد نحطها في جسمه من جوه، يا اما نغلف جسمه من بره بألواح شمسية. الألواح الشمسية دي تاخد الشمس، تاخد الطاقة من الشمس وتحولها لكهرباء. دان ورقية، فهمتوا؟ خلاص كده الدنيا بقت سهلة. ايوه نسي، بس مش فاضل غير 10 دقايق والوقت هيخلص بتاع الحصة كله. مش مشكلة عادي، نلحق نعمل مسابقة إن شاء الله. وأقول لكم بس البرد، ممكن كل واحد كمان يسأل سؤالين وخلاص. مش مشكلة، بس نعمل مسابقة نشوف مين هيطلع الأول بقى، مين كده اللي هياخد الترم من الأول بحماس كده وشطارة. ممكن كلنا ناخد ممكن كلنا ناخد المركز الأول. لا، اما اشوف، ما اشوف مين هيجاوب كويس وهو اللي يستحق ان انا اديله المركز الاول. اوكي بس طيب احنا قلنا حنين عمر، انا رقية، ايدان رقية، زهراء، ولو احمد دخل يبقى هو الاخير. هو هي بسان فين؟ معرفش، هي لا ندري، بتحضر، هي بتحضر مسائي ولا صباحي؟ أما عرفت برسيا لسه. كانت معاكم قبل كده، قبل الحصة دي يعني؟ معرفش يا مس، لا يا مس ما جاتش معانا خالص. هي ممكن تكون في صباحي بقى. مس ايوه دان، ما صلى على حضرتك، ما كتبتيش زهراء يا مس، ما كتبتيش يا زهراء. حبيبة قلبي، يا حبيبة قلبي، زهراء لغات. يا زهراء دلوقتي ممكن تكون بس داخلة تسجل، بس لكن هي مش معنية لغات. اوكي، نبدأ بقى سؤال حنون. يلا يا حنون قولي لي حاجة. هقول لك فزورة بقى، حاجة تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية. البطارية. لا، اللي كده تاني، حاجة بتحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية. الألواح الشمسية. برافو عليك. طيب عمر، إيه هي أول، مش أول بقى، أول